شهدت مباراة منتخبي الكويت ولبنان الودية التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت قبل نهايتها بست دقائق، شهدت أحداثا مؤسفة تمثلت باعتداء بعض لاعبي المنتخب اللبناني على لاعبي المنتخب الكويتي بعد أن كان الأزرق الكويتي متقدما بستة أهداف نظيفة. وكانت شرارة الأحداث قد انطلقت بعد احتكاك لاعب المنتخب اللبناني عباس عطوي على لاعب المنتخب الكويتي وليد علي. بعدها تشابك لاعبو الفريقين حسب المشاهد التي نقلتها لنا قناة العربية الفضائية، ولم يتمكن الجيش اللبناني من فض التشابك إلا من خلال إطلاق أعيرة نارية في الهواء. إلى هذا قال لاعب المنتخب اللبناني عباس عطوي في اتصال مع الراي أنه لن يعتذر عما تسبب به من أحداث، كما لم ينفي تهديده أيضا للاعب المنتخب الكويتي بأن يقوم بملاحقتهم في الفندق. يذكر أن 4 لاعبين قد أصيبوا بعد هذه الأحداث، وهم وليد علي، حسين الموسوي، خالد علي ناصر وحميد القلاف. تفاصيل أكثر حول أحداث المباراة وما بعدها سوف تجدونها في صحيفة الراي في عدد يوم غد. في سياق آخر، قال النائب مسلم البراك إن سفير الكويت لدى الجمهورية اللبنانية أخطأ عندما قال إن صحة اللاعبين الكويتيين بخير بعد الاعتداء الذي تعرضوا له يوم أمس خلال مباراة جمعتهم بالمنتخب اللبناني على أرض لبنان. وتساءل البراك موجها كلامه للسفير ردا على تصريحاته التي قال فيها إن اللاعبين قد تم علاجهم من بعض الكدمات وإن صحتهم بخير. تساءل البراك: إن كانت صحة اللاعبين بخير الآن وتم علاجهم، فماذا عن الكرامة التي انتهكت في لبنان وهي كرامة كل الشعب الكويتي، مطالبا الحكومة بمطالبة لبنان بالاعتذار الرسمي فورا. السفير أمس يبشر من خلال الرسائل الهاتفية أن اللاعبين بصحة جيدة وأن الكدمات لا تكاد أن تذكر. وأنا أرد السؤال مرة أخرى للسيد السفير: أنت الآن تطمئن الشعب الكويتي على الجانب الجسدي، وأنا أقول لك ماذا عن الكرامة التي أهدرت؟ نحن نعلم ماذا فعلت الكويت في لبنان، وبالتالي الكويت لا تستحق أن تعامل بمثل هذه الطريقة. نحن نطالب الآن الحكومة الكويتية أن تطالب الحكومة اللبنانية، هي مو مطالبة. شلون الحكومة اللبنانية تعطي اعتذار رسمي وحكومة الكويت لم تطالب؟ نايمين بالعسل الآن.